مرة تانية بنرجع لحضراتكم ومتابعة لأحوال الطقس. احنا على مدار الأيام اللي فاتت بنسمع أخبار كتير جدا عن أحوال الطقس وإيه التغيرات اللي بتحصل في الجو. دايما محتاجين نعرف من رأي متخصص. معنا ومشرفنا على الهاتف دكتورة إيمان لمتابعة ورصد الأحوال الجوية في الأيام اللي جاية، وتحديدا لأنه عندنا إشاعات كتير بتتكلم عن أمطار في أماكن معينة، ودي طبيعة الشتاء لا خوف منها، لكن خلونا نعرف إيه المتوقع في الأيام اللي جاية عشان الناس كمان تستعد. بصبح على حضرتك دكتورة إيمان شاكر، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك دكتورة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. دكتورة إيمان، في البداية دايما عندنا كل فصل شتاء نقول الشتاء اتأخر، الشتاء جه بدري، البرد اتأخر أو البرد جه بدري. هل الأمطار السنة دي هي المعدلات الطبيعية بتاعتها في مواعيدها الطبيعية، ولا في تغيرات زي التغيرات المناخية اللي بتحصل في العالم كله؟ هو طبعا لا شك ان في تغيرات مناخيه اثرت على العالم كله، وطبعا اثرت على مصر، لكن احنا طبعا خلال هذه الفتره احنا ما زلنا في نهايه فصل الخريف، لسه لم نبدا فصل الشتاء، هيبدا في 21 ديسمبر القادم. فالفتره دي بتكون فتره تقلبات جويه حاده وسريعه، ودي طبيعه فصل الخريف. وطبعا معروف ان فصل الخريف ممكن نشهد ايام حصول في يوم واحد، فده طبيعي جدا خلال هذه الفترة. احنا طبعا على مدار الثلاث اسابيع الماضية شهدنا حالات من عدم الاستقرار، كان كل اسبوع في حالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية. مش طبيعي قوي ان هي تكرارها بقى زيادة شوية خلال هذه الفترة، وده طبعا التغيرات المناخية اللي اثرت علينا وعلى العالم كله. طبعا هو احنا اصدرنا بيان عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، هتبدا الاربعاء وتستمر حتى يوم الجمعه القادم ان شاء الله. يوم الاربعاء والخميس ان شاء الله. الصوت يا دكتور ايمان، لو حضرتك تقدري تبقي في مكان صوت فيه اوضح يبقى عظيم. اي فندم، تمام كده كده احسن شويه، اتفضلي. لا، يوم الاربعاء الشماليه للبلاد تبدا من السلوم، تروح اسكندريه، رشيد، بلطيم، بورسعيد، العريش، رفح، هذه الاماكن هتشهد امطار غزيره وايضا رعديه في بعض التوقيتات. ايضا هتمتد الامطار للمحافظات الوجه البحري بامطار من متوسطه لغزيره الشده، وايضا رعديه على بعض مناطق متفرقه من الوجه البحري، وخاصه شمال الوجه البحري، كفر الشيخ، البحيره الدقهليه، وايضا باقي محافظات الوجه البحري امطار من متوسطه الى غزيره. بالنسبه لمحافظه القاهره هتشهد امطار يومي الاربعاء والخميس ان شاء الله، امطار متوسطه الشده. اما طبعا بالنسبه لمدن شمال الصعيد، الفيوم، بني سويف، المنيا، هتشهد امطار من خفيفه الى متوسطه، وخاصه يوم الاربعاء القادم ان شاء الله. بدايه من يوم الجمعه هتبدا تقل الى حد ما الامطار نسبيا، لكن ما زالت الامطار مستمره، متوسطه الغزيره على السواحل الشماليه، متوسطه على محافظات الوجه البحري. اما بالنسبه للقاهره وباقي انحاء الجمهوريه هتنعدم تماما فرص سقوط الامطار. ايضا يوم الاربعاء والخميس مع سقوط الامطار هيكون في انخفاض في درجات الحراره، ونشاط رياح هيزود الاحساس ببروده الطقس، فاحنا لازم ناخد احتياطاتنا خلال الفتره القادمه، ونبدا نرتدي الملابس الشتويه، وخاصه اثناء الليل، وطبعا اثناء الصباح الباكر لذهاب الاطفال للمدارس لازم يرتدوا ملابس شتويه خلال هذه الفتره. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة إيمان شاكر، والرصد الجميل في تقرير شامل عن حالة الجو. على كل حال الأمطار هي جزء من الشتاء، الشتاء في مصر أيا كانت صعوبته، أنا عارفة إنه بيبقى صعب على بعض الناس، وده الفرصة لأننا يعني نحس ببعض ويبقى في حالة كده من الترابط، لكن أيا كانت صعوبته هو الحقيقة إحنا في نعمة كبيرة حتى بشوية الأمطار اللي نتمنى من الطرفين إنه من الأجهزة والمحليات تكون جاهزة طول الوقت للتعامل مع الأمطار بحسب هذه التوقعات، وكمان إحنا نبقى قادرين نتوقع إنه إذا كان في مطر ففي عطلة شوية في الطرق، ففي استعدادات معينة إحنا كمان مطلوبة مننا.